مش عارفه جت في دماغي حاجه قبل ما نروح للخبر اللي جاي عايزه كده اتكلم معاك فيها. فكره ان في بعض الدول بيبقى عندها تطبيق يعني صارم للقانون وبيبقى فيه رادع كمان زي الخبر اللي فات ده. بمناسبه ده امبارح كنت ماشيه في الشارع وده العادي مشهد كل يوم بنشوفه يعني مش حاجه جديده بحكيها لحضراتكم. الناس اللي بتمشي عكسي او اللي بتحاول تختصر عشان تعمل يو تيرن وكمان لا يعني في واحد في الشارع بتاع بيتنا بقى ده بجد والله العظيم حصلت امبارح وانا مروحه الشارع بتاع بيتنا هو الشارع وان واي اتجاه واحد هو واقف عامل في يعني مدي فلاشر وواقف وعايز يرجع بظهره الشارع ده هو شارع مش طويل قوي عايز يرجع بظهره فانا واقفه مستنيه يعني حضرتك هتعمل ايه عايز افهم فهو بيشاور لي في الاخر لو متضايق مني ان انا واقفه سد الطريق هو عايز يرجع بظهره الشارع كله يعني انا مش عارفه انا ماشيه صح ومستنيه يتحرك لا هو ما بيتحركش فانا اللي غلطانه يعني سلوكيات تعيسه وبينتج عنها مصايب سودة بالمعنى الحرفي حلو المصطلح اللي انت قلته ده سلوكيات تعيسه حقيقي والله دي بتدي طاقه سلبيه جدا لما تبقى ماشي في الشارع وتشوف ناس مش ملتزمه تماما ويمكن هو فكره اصلا ومش شايف ان هو بيعمل حاجه غلط ما ده فكره هنا الجهل الجهل ليست عدم القدره او المقدره على القراءه والكتابه لا الجهل في السلوكيات ان انت مش عارف الصح من الغلط فانا اعتقد فعلا احنا عندنا طبعا قوانين وبتطبق في قوانين رادعه جدا وصارمه ولكن البعض بيفلت منها انا اعتقد لو ما كانش بقى هنا في اي حد بيفلت وفعلا طبق على كل صغير وكبير فكره المرور انا هنا بتكلم تحديدا هنلاقي مشهد حضاري مختلف لان انت بتشوف المناظر الجماليه والتجميل في المحافظات والاماكن المختلفه والشوارع بتتسفلت والبنيه التحتيه يعني بتتعمل وبتتظبط وبعدين تيجي حضرتك سلوك بشري يعني يدمر كل ده فأعتقد لا حرام حرام الدولة ماشية في سكة والبعض مننا في سكة تانية أنا بتضايق شخصيا يعني أعتقد كل الناس ممكن تكون بتضايق المشاهد دي من محاسن الصدف أن في الفترة الأخيرة أنا شخصيا لاحظت أن في أماكن كتير ما كانش حاصل فيها اللي هقولك عليه ده قبل كده بقى حاصل فكرة أن في إلى جانب الرادارات كاميرات عشان أن في ناس أيوة. كتير محتاجة تتلسوع والله العظيم يا ستي لو هتخاطبي ضمايرهم مش بالضرورة حد ياخد باله من اللي احنا بنقوله أصلا لو بتعتمدي أو بتراهني على ذوق المتلقي برضه مش بالضرورة هو قانون ويطبق بحذافيره على الكل يتلسوع من هنا هيفكر 100 مرة قبل ما يعمل أي حركة صح وعارف في المطبات اللي هي بالسنون دي اللي ماشي عكسي الكاوتش بتاعه على طول إيه يبوظ أعتقد كلنا هنفكر 1000 مرة قبل ما نخش الشارع غلط يعني وبتوع الكاوتش كلهم هيشتغلوا والدنيا هتشهيص وتبقى الدنيا نايس تفكير اقتصادي جميل